السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة حبس حنين حسام بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأيضا حبس مودة الأدهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمهما لكل منهما 200,000 جنيه مصري. طبعا الملف ده أنا أول واحد فتحته وعملت حلقة مخصوصة عن هذه الظاهرة الشاذة. عقب هذه الحلقة بفترة القبض عليهما وتقديمهما لمحاكمة عاجلة، ودي كانت نتيجة المحاكمة. مش مشكلة، لو غيابي هيتجابوا، يبقى إذن هم دلوقتي مطاردين. ده خبر كويس جدا إن كده القضاء المصري الشامخ بيحافظ على الشباب وبيحافظ على البلد ضد كل من يضر البشر. أي حد يضر البشر، أي حد يعمل وصفات غير طبية، أي حد يعمل رسوم مسيئة تخدش حياء المجتمع، كل ده بيقع تحت طائلة القانون. فده شيء كويس جدا. أي حد تشوفوه بيخدش حياء المجتمع أو بيعمل حاجات غير متخصصة أبلغ فورا، وإحنا من جهتنا بنبلغ، وإحنا من جهتنا واخدين كل الإجراءات أيضا، وإحنا بنشكر القضاء المصري الشامخ على هذا الحكم العادل الرادع لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع المصري أو العربي، أيضا لكل من تسول له نفسه أن يضر بالمجتمع سواء المجتمع المصري أو العربي. شيء كويس. وهلما جرى احنا ماشيين اهو شغالين. طبعا كان في ناس بتقول يستحيل يحصل لهم حاجة، طلعوا براءة. لا، لازم الحق ينتصر. طبيعة الدنيا ان الخير موجود والشر موجود من لدن آدم حتى تقوم الساعة، ولكن لابد ان يختفي الشر. اللي بيعمل حاجة غلط المفروض يتدارى، صح يمشي فاتح صدره عينيه واسعة جدا جدا جدا، ولابد ان يموت الجهل نهائيا، ولابد أن يموت كل من تسول له نفسه أن يضر المجتمع أو يمس المجتمع أو يخدش حياء المجتمع بأي عمل. كل ده بيقع تحت طائلة القانون. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم أي طبيب ولا أي صيدلة ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.